السلام عليكم، كيف حال شباب؟ طبعا مقطع اليوم راح يكون عن رجوع المستنقع موستي ماير وعن رجوع ولينغود والتغييرات اللي صارت في تلت التاور. وقبل بداية المقطع اتمنى اذا كنت تشوف المقطع ومش مشتركين من القناة اتمنى انكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس، واتمنى انكم تدعموا المقطع بلايك. اول شيء نبلش فيه شباب اللي هو التغييرات اللي صارت بتلتد. حكيت لكم تلتد راح تتحول الى مدينه جديده راح يكون اسمها تلتد تاون، حاليا اسمها نيو تلتد. طبعا صار قبل فتره من بدايه السيزون او بعد بدايه السيزون بيومين اضافوا جهاز اللي تشوفوه قدامكم. هذا الجهاز شباب موصول بجهاز ثاني، هذا الجهاز الثاني، وهذا الجهاز ولد زي اشعاع بالجو، عمل رفت بالجو او شق. طبعا بوريكم بس مقاطع كيف الجهاز بلش تفعيله ومتى الجهاز بلش يطلع الاشعاع. طبعا اول مقطع بوريكم اياه اول ما تفعل الجهاز وطلع منه طاقة. وهسه شباب بوريكم المقطع الثاني اللي هو كيف بلش يطلع منه اشعاع ولوين وصل فوق. طيب بعد ما شفتوا المقطع شباب هذه الآلة موجودة حاليا بتلتد وطلعت زي اشعاع منها بالجو فوق، فهذا الاشعاع على اكيد راح يكون سبب بتحويل مدينة تلتد الى مدينة ثانية اسمها تلتد تاون، ممكن خلال اسبوع ممكن ايام ممكن فترة بسيطة تلتد راح تتغير، بس كيف راح تتغير ما نعرف، مرة واحدة تتغير تختفي يعني حطوا محلها تلتد ولا بناية ما نقدر نحكم، بس الآلة شغالة مثل ما تشوفوا قدامكم وخلال فترة راح ترجع تلتد او عفوا تتغير تلتد الى مدينة جديدة تلتد تاون. وطبعا مثل ما حكيت لكم ان المستنقع راح يرجع محل بارادايس، راح تروح المدينة الصحراوية بارادايس ورجعوا محل المستنقع القديم. الدليل شباب اللوحة اللي تشوفوها قدامكم، هذه اللوحة موجودة حاليا بارادايس، فاتوقع اول ما يخلصوا من تلتد يحولوها انه يبلش الشغل بارادايس، بس كيف راح يبلش الشغل بارادايس؟ اتوقع انه الآلة هذه نفسها تنتقل بارادايس او حطوا واحدة مثلها بارادايس خاصة بالتحويل، يعني يحطوا مثل هذه الآلة بارادايس وتعمل نفس الاشي اشعاع بالجو وتحول بارادايس الى موستي ماير القديمة او المستنقع القديم. فانا اتوقع ان المستنقع راح يرجع بعد ما تلتت ترجع او عفوا بعد ما تلتت تتحول الى مدينة جديدة اللي هي تلتت تاون، فما نقدر نعرف كم باقي لها حتى تتحول، لكن مثل ما تشوف الآلة شغالة والوضع تمام، ممكن خلال ايام ممكن خلال اسبوع وتتحول لمدينة جديدة. والمدينة الثالثة اللي راح ترجع شباب كمان خلال الفترة اللي هي ولينغود، كان مكانها محل ما حد لكم حاليا. ولينغود اللي تشوفوها بالصورة الكل يعرفها طبعا او القديمين على اللعبة يعرفوها، هم حذفوها وحطوا محلها هذه المدينتين الصني والبلانت. طبعا راح يشيلوا هذه الزاوية على الاغلب ورجعوا لولينغود محلها. وطبعا شباب روحنا على نفس المكان، طبعا ولينغود راح ترجع بهذا المكان على كلام المسربين، اكثر من مسرب يقول نفس الاشي انه ولينغود راح ترجع، بس انا اتوقع انها ترجع بعد بارادايس وبعد تلتد. بالاول تلتد تتحول ثم برجعوا بارادايس الى موستي ماير، واخر شيء بيسوي ولينج وود وبرجعوها على طبيعتها. طبعا الكل يقول انه كيف راح ترجع على طبيعتها، اول شيء راح يغيروا الشجر ويرجع الشجر زي ما كان اول كثافته. طبعا هذا الشجر يختلف عن الشجر القديم، الشجر القديم كان يختلف شكله حتى الورق يختلف. فبالاول على كلام المسربين انه راح يرجع الشجر الى طبيعته، بعدها راح يشيلوا الصاني وبلانت ورجعوا الولنجود زي ما كانت بالاول زي ما هي. فانا بعد ما شفنا الاله الموجوده بنيو تلتد اللي بتحول، ممكن نفس الاله يجيبوها بعد ما يخلصوا من بارادايس يجيبوها الى ولنجود او هذه المنطقه وهي اللي ترجع ولنجود القديم زي ما كانت.
وطبعا شباب هذا المكان نفسه مثل ما تذكروه كان ايام مورنغود موجود، هذا المكان او النفق السري ما حد يقدر يفتحه مسكر. فاحنا بنفس المكان اللي كان بجانب مورنغود، مورنغود راح تكون على الجهه هذه، راح ترجع شوف انا مكان وين بالخريطه، فراح يرجعوها بعد بارادايس. فبس غلب عليهم انه يشيلوا كل هذا اللي عملوه زي صني وبلانت، اشياء كثيره اضافوها بالمنطقه هذه. ممكن يشيلوا صني ويخلوا بلانت او يشيلوهم الثنتين اتوقع، ولازم يشيلوا البركان خلاص ما له داعي البركان بصراحه. يعني حاليا الاشياء اللي راح تصير تحول تلتد الى مدينه جديده تلتد تاون، بعدين بيصير بارادايس ترجع على موستيماير، ولما يخلصوا من بارادايس هذه المنطقه بترجع على ويننغود. كل هذا على كلام المسربين، بس تلتد وبارادايس على اكيد راح يتغيروا، ويننغود على كلام المسربين ومو اكيد. ننتقل لاخر شيء معنا شباب اللي هي السيرفرات العربيه، كم راح يكون البنك. طبعا تسربت الصوره شباب، حاليا السيرفرات العربيه تعرف انه تم وضعها بالبحرين، ولسه فورتنايت مش مشتركه معهم او مش حاطه سيرفر لهم داخل السيرفرات العربيه الموجوده بالبحرين. هذه السيرفرات زي ما تقول عامه، او اذا كانه مكان للسيرفرات تقدر مثلا فورتنايت تحط سيرفر لها بالبحرين، زي كانه يعني البحرين هيئت جو للسيرفرات. انا مش فاهم قصه السيرفرات بصراحه كثير ما افهمها، بس قبل فتره تقريبا اسبوعين او اسبوع انتشر خبر انهم اضافوا سيرفرات بالبحرين، مش لفورتنايت، سيرفرات بالبحرين عاديه، وهذا الخبر صحيح. بس فورتنايت طبعا بعد ما اضافوا السيرفرات بالبحرين، هيك فورتنايت ما عندها اي مشاكل، بتقدر باي لحظه تحط سيرفرات عربيه بالبحرين. طبعا في صوره مسربه كم راح يكون بنقك بالدول العربيه لما فورتنايت تحط السيرفرات العربيه بالبحرين. هذه الصوره طبعا في كم من بلد بالصوره اجنبي، بلاد اجنبيه يعني مش عربيه، بس هم قصدهم انه المناطق القريبه من البحرين كم راح يكون بنق عندها، مش بس العرب يعني. تمام، فما حد يدقق ويقول لي مثلا الهند مش عرب، انا عارف هذا الكلام، بس هذه الصوره المسربه ولازم اوريكم اياها. طبعا شباب هذه الصوره تشوفوها قدامكم من موقع مشهور، طبعا المسرب هذا فورتنايت بي ار يعني كل الاخبار والتسريبات اللي سربها صحيحه بنسبه كبيره يعني، وهو كاتب كمان انه فورتنايت على بعد خطوه واحده من اضافه السيرفرات باللعبه، يعني معنى كلامه انه صار في سيرفرات بالبحرين بس باقي فورتنايت تحط سيرفرات لها بالبحرين وتنتهي المشكله. طبعا هذه السيرفرات بوريكم كم راح تكون بالهند، راح تكون من 55 ل 90 البنج، عفوا كم راح يكون البنج بالبلاد. بالهند من 55 ل 90، بمصر من 40 ل 60، بالسعوديه البنج راح يكون من 3 ل 20، بالبحرين من 0 ل 5. ليش؟ لانه اصلا السيرفرات راح تكون بالبحرين، فايش طبيعي يكون البنج 0 بالبحرين. بالكويت راح يكون البنج من 28 الى 26، وبالسودان راح يكون البنج من 42 الى 70، بسوريا من 33 الى 45، الباكستان 37 الى 60، بتركيا من 25 الى 60، بفلسطين البنج راح يكون 30 ل 37، لبنان 30 ل 35، بالاردن راح يكون البنج 27 الى 35، بالعراق 25 الى 55، ايران من 20 ل 55، اليمن من 30 ل 35، وعمان راح يكون من 15 ل 25، والامارات من 10 الى 20، واخر شيء قطر راح يكون فيها البنج من 8 الى 14. طبعا شباب هذا المسرب دائما يسرب اشياء يعني تصير فعليا باللعبه، واحنا مرات ناخذ منه افكار واشياء، فاتوقع البنج راح يكون صح بهذا الشكل لما تنزل السيرفرات. وهو كاتب كمان انه فورتنايت على بعد خطوه واحده من اضافه السيرفرات الى اللعبه، فاتوقع ممكن بعد فتره بسيطه انه تم اضافتها بشكل رسمي، او انه فورتنايت حاليا قاعده تشتغل على هذا الشيء موضوع السيرفرات. فاحتمال باي لحظه فورتنايت تعلن على حسابها انه تم اضافه سيرفرات عربيه الى اللعبه، وان شاء الله يكون هذا الشيء قريبا خلال اسبوع او اسبوعين، ما بدنا يكون من نهايه الموسم، بدنا الاشي هذا يصير بالموسم نفسه حتى انه نستمتع بالموسم بنك خرافي، لانه الموسم العاشر اصلا موسم خرافي، وقاعدين فورتنايت يراجعوا الاشياء اللي نحبها للعبه. وطبعا في شيء ما حكيت عنه انه احتمال مش بس يرجع المستنقع، احتمال يرجع كمان السجن اللي تعرفوه، السجن القديم اللي تشوفوه بالصوره، احتمال يرجع مع المستنقع الى اللعبه. وبس شباب هذه كل الاخبار والتسريبات اللي كانت عندي اليوم بمقطعنا. وطبعا سؤال لكم نهايه مقطعنا، شو المكان اللي بتتمنى يرجع، مكان طبعا تم حذفه من اللعبه وتتمنى يرجع على اللعبه، واكتبوا لي اياه بالتعليقات لاني راح اشوف كل التعليقات. وبس شباب بنهايه مقطعنا، اتمنى اذا استفدتوا من المقطع انكم تنشروه بكل مكان، واتمنى اذا حابين تدعموا القناه اتمنى انكم تستخدموا كود المتجر YZYZET عندكم في الايتم شوب، واذا حبيت تشتروا اي سكن بكودي طبعا قبل تشتريه ادخل وصور مقطع او صوره وانت بتشتريه، وارسل لي الصوره او المقطع على حساب الانستغرام، بحط لكم الرابط بالوصف، باخذ الصوره او المقطع منك وبنزلها على ستوري حساب الانستغرام، راح احط لكم الرابط بالوصف. وبس شباب ربي يسعدكم على كل شيء، مع السلامه.